إذن مشاهدينا التشبيق نشكي فيكم حبايبنا فهد مباشر من قلب مدينة الدار البيضاء. كتشوفوا كنتواجدوا بشارع محمد الخامس، كما كتشوفوا بأن هذا الشارع اللي كيطفي فيه الضوء في واحد الوقت مبكر، كيدوزو فيه الناس غادي للخدمة ديالهم. رسالة ولكن سبحان الله هذه الرسالة بحال ما بغاش توصل. هذه ستة ديال الصباح، الضوء كيطفى قبال من هذا الوقت واحد ربع ساعة. انتو كتشوفو شبان وشابات الناس اللي غادي للخدمة ديالهم كيجيو من هاد البلاصة. مكان آهل يعني موجود الصاعقة، الناس اللي يبغيو يختفوا الصاعقة يقلبوا على هاد البلاصة. علاش هاد علاش هاد الناس اللي كيتفرجو الضو ميتفرجوش؟ علاش هاد الناس اللي كيتفرجو الضو ميتفرجوش متأخر؟ بعد ما يتفاو مع الخمسة ونص أو ستة يتفاو حتى سبعة الصباح من تيطلع النهار، ثم يواكبو تاهما ساعة لي تزاد. نتمنو بأن هاد الرسالة توصل للمسؤولين وبأن الناس اللي كيتحكمو في إطفاء ديال الإنارة أنهم ميطفيوش في هذا الوقت اللي الناس باقيين غاديين للمحلات ديالهم، باقيين غاديين للعمل ديالهم، باقيين غاديين للمقرات ديال العمل ديالهم، باش ما يوقعوش سرقات. لان الناس هنا كتعرض لسرقات وكيحاولوا الناس ان كيحاولوا رجال الامن جاهدين انهم يعملوا على عدم وقوع هاد السرقات. الا ان السلام سيدي لاباس، الا ان هاد الاناره اللي تم الاطفاء ديالها في وقت مبكر من الساعات الاولى من الصباح ديال اليوم كيساعدوا الشفار او الناس اللي كيقوموا الاشخاص اللي كيقوموا بالسرقه على القيام بالعمليات ديال السرقه. اذا نتمنوا بان هذه الرساله توصل للناس المسؤولين عن الاطفاء ديال الاناره، خصوصا هنا بشارع محمد الخامس بمدينه الدار البيضاء، انهم ياخروا شويه عوض ما يطفيو الضوء على 5:30 او 6 يطفيو حتى 7 الصباح. بارطاجيو باش توصل. شكرا مشاهدينا الكرام على المتابعه، دمتم في رعايه الله والى مباشر اخر. حيت عدد كبير الناس اللي كيخرجوا من هنا من محطة ديال ساتيام وكيجيو لهنا باش يخدمو.